هلا بالحلوين، هذا الفندق حقي. تخيلوا الاستقبال الحلو، على طول استقبلوني بالاحضان وبالابتسامات الجميله. فندق صغير بوتيك انا اخترته لان التقييم حقه 9.6 في البوكينج. صراحه عجبني التقييم، وكان التقييم في الاغلب على اساس انه اصحاب المحل هذول اثنين ناس طيبين وجميل وتعاملهم حلو، فيخلي الناس يحبونهم شنو عندهم. هذا اتوقع انه اكبر سبب من ان الناس تيجي تسكن في نفس الفندق وتعطيه تعليقات حلوه. هذه غرفتي يا جماعة الخير، شوفوا جلستها حلوة كيف، زي الكنبات، وهنا علاقة الملابس، وهذا السرير يا سلام، وفي هنا زي المكتبة تقدر تجي تجلس تقرأ كتب. أبو زهرة راعي قراءة، قارئ نهم. هذه الكنبة تجلس الصوفة فيها، وعند قدامك هذا البلكونة، والله جميلة ورايقة. هذا الحمام لطيف صغير جميل. الفندق يا جماعة الخير، هنا مقعد المجلس، اجلس هنا. قال لك هنا في مطبخ، هنا مطبخ تقوم تلقى فطورك الصباح. تخيل تلقى الفطور كذا الصباح، بكره هو زي نظام البوتيك، عرفتم؟ شوفوا هنا تجي تفطر الصباح، يجهزون لك فطورك، جلسة حلوة، يو لايك يو فيل ات هوم، يعني تحس انك في بيتكم. بعدين في زي البلكونة برا كذا تجلس فيها، تجنن البلكونة يا جماعة الخير. شوفوا أبد غرفتين جنب البلد. أول ما وصلنا يا جماعة الخير ركبنا تاكسي. تاكسي معقد يا أخي، نفسية. جاء قال ما تركبون تاكسي كلكم. قلنا خلاص نركب ثلاثة. قال الشنط ما تركبونها كلها. قلت طيب باخذ واحدة على حذني. أشغلنا بعدين قال لا ما تركبون ثلاثة، تركبون اثنين. وطالع فيه. قلت أنت خلينا نركب ولا لا؟ قال لا تبون كذا ولا. قلت ولا بركب معك والله لو أعرف إني ما عاد بركب تاكسي في حياتي كلها. انقلع. وانزل من عنده وتهاوش معه، قلت له سوي كنسل للحجز البوكينج اللي البوك حقي حق الاوبر. قال ما بكنسل، بغيت اتهاوش معه. عصبت انا، عاد انا اذا عصبت والله لو كان استغفر الله اني اموت، ما عاد اصلح. يلا انقلع وانا بأتفاهم معك. وانشبت لهالزبده في الاوبر، قعدت اكتب وين راري، وينك وينك، كاني ما ركبت معك، عشان بعدين ارجع اشتكي عليه في الاوبر. ما يستحي. بس الجو مية 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 مية، ولا فراخ القمعية. وزهرة جيعان، والله ما أكلت شيء من الصباح يا جماعة الخير، غير الكافي ذاك اللي شربته معكم أول اليوم. هذا شكله، أنا ما أحب المطاعم الصغيرة كذا اللي أحس منها، ودي في مطعم كبير، مطعم كباب، أكل، فود، ريال فود، guys we need real food. You know where is nice food؟ لقيت واحد تو سألته، قلت أبغى أكل أكل تشيك، تشيك حق التشيكيين. قال لي في واحد عندهم مشهور اسمه سويك. سويك هذا زي يا أنه مقاتل يا أنه شيء مشهور، المهم أنه فيه له مطاعم اسمها مطاعم سويك. فأخذت العنوان حقه ورايح عليه بجرب وش أكله، بس أنه أكله فور شور يعني أكل تراديشنال الفود، يعني لجماعتنا هذول التشيك. شوف البطاطس حقه، شوف اصبر اصبر اصبر. الله الله يا البطاطس، تشوفون هذه القيمات شكلها يا الربع. عود بالله هذا المخزي حقهم، الله يخزيه. كفو كفو كفو. هذا لبسهم الاثري معت الخير، الزبدة الدين اللي هي سلامة. هذول شكلهم عرسان يا الرب، عرسان ولتهم مخرجين من الجامعة. الله بل 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 بل. تاي 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 مساج، شوفون هذا حق المساج، التايلنديين جنب الفندق حقي. يا سلام، بس تيجي تتمسج هنا وتضبط رجولك إذا وجعتك. هاي سلام عليك يا سلام، والله هذا حقيقيين، والله العظيم انا احس بلعبه. هذا انا حقيقيين احسبهم لعبه، لانه هذه مو حقيقيه. تشوفونها وانا طالع من الناس احسبهم العاب. او سوري، والله بحب في العالم انا شكلي. هاي هاي الله بزهره، جو حلو. استغفر الله العظيم.
واو شوفوا هذا الشغل، هذا شكله زي زي البيتي فور ولا بيت كيك كذا بطوله وحطون عليه حلا وحركات. الله الاجواء جميله جدا، انا احب الاجواء هذه يا اخوان. تتوقعون ان هذا هو مطعمي ولا لا؟ والله شكلي ضيعت يا الربع، حاس اني ضيعت وزهره ضاع. شوف يا جماعه الخير هذا القصر الجميل. What is this brother? It's a museum. Museum yeah. For what? But don't go inside. Only look out. Just like take photo yeah. from out. Yeah, this. يا هلا. شوفوا الشارع كيف جميل وكيف الأجواء تجنن. لا تطوفكم هالديرة يا جماعة الخير. فيك يا أوروبا. جوها حلو، الناس مروقة وماشيين وعالم. السنتر حقها يجنن. يعني فعليا مدينة تفتح النفس. شوي الجو بارد شوي. انا طلعت بدون تيشيرت، بطلع الحين الفندق اروح البس لي جاكيت وارجع اكمل تصوير. الاجواء الان في براغ رائعة ورايقة وجميلة جدا. انت الحين في نص السنتر، هنا الممشى، الناس تتمشى هنا والمولات والأسواق والبراندات كل شيء هنا. وزهرة بيروح الفندق. الأجواء الكافيهات تفتح النفس. برد والله بزهرة، برد شمعة الخير. ناس ترون لابسة جاكيتات، يعني في لسعة برد كذا، درجة الحرارة شوي باردة. بزهرة برد، دور الفندق أبو زهرة تكفون. بروح الفندق ألبس أبو نص ساعة كذا وأطلع أصور بعض الأمور. هنا الجو في الليل شكله بعد أجمل في النهار.